السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن ربط نهر النيل بنهر الكونغو. في بداية الموضوع خلينا نعرف لمحة بسيطة عن نهر الكونغو، وهي الأسباب اللي أدت لضرورة ربط نهر النيل بنهر الكونغو. كمان إيه هو العائد من ربط نهر النيل بنهر الكونغو؟ وإيه هي المميزات من ربط نهر النيل؟ إيه هي المعوقات اللي ممكن تواجه ربط النهرين ببعض؟ خلينا نبدأ. في البداية، يعتبر نهر النيل من أطول أنهار العالم، ويبلغ طوله 6650 كيلومتر مربع، ويغطي مساحة 3.4 مليون كيلومتر مربع. ويمر نهر النيل بعشر دول يطلق عليها دول حوض النيل، وحصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، لكن الحصة دي بتتعرض للتناقص، وده نتيجة لرغبة دول حوض النيل في استثمار مياه النيل من المنبع وإقامة المشروعات على البحيرات أو روافد النيل، وده اللي لازم يكون بالتوافق مع اتفاقيات تقاسم مياه النيل المختلفة، واللي لازم يكون بالتنسيق بين دول حوض النيل. وعلى كل الأحوال، الرغبة في الحاضر أو المستقبل من دول حوض النيل في إنشاء المشروعات هيأثر على حصة مصر من مية نهر النيل، وده اللي هيأثر على كمية الأرض المزروعة في مصر، وبالإضافة إلى التنمية الزراعية والصناعية والكهربائية. وده طبعا ظاهر بشكل واضح لا يحتاج لشرح أو تفسير في مشروع إثيوبيا لإنشاء سد النهضة. ومن هنا أصبحت فكرة ربط نهر النيل بنهر الكونغو فكرة ضرورية جدا وملحة للحفاظ على الأمن المائي. ظهرت فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل عام 1980، لما أمر الرئيس الراحل محمد أنور السادات الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية بدولة الكونغو لوضع تصور للنهر. وبعد تقديم التصور للسادات، تم إرسال مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو لشركة أرثر بليتل الأمريكية، ودي شركة مختصة بتقديم الاستشارات الاستراتيجية لوضع التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة لمشروع ربط نهر النيل بالكونغو. وطبعا الشركة ردت بالموافقة على المشروع وأرسلت ردها إلى القاهرة. ونهر الكونغو بينبع في جنوب شرق الكونغو، وهو ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض، ويعتبر ثاني أنهار العالم بعد نهر الأمازون من حيث التدفق المائي. وبيرمي نهر الكونغو في المحيط الأطلسي ما يزيد عن 1000 مليار متر مكعب من المياه، لدرجة أن 30 كيلومتر داخل المحيط الأطلسي مياه عذبة. ودول حوض نهر الكونغو هم الكونغو والكاميرون وأفريقيا الوسطى والجابون وجزء من غينيا. وطول نهر الكونغو يبلغ 4700 كيلومتر، وتصل قوة دفع المية من نهر الكونغو للمحيط الأطلسي 41700 طن في الثانية الواحدة. ومن الأسباب التي تقوي ضرورة ربط نهر الكونغو بنهر النيل الآتي: وفرة مياه نهر الكونغو عن حاجة البلاد الغنية بالأمطار الاستوائية طوال العام، ونصيب الفرد الكونغولي بيصل إلى 35000 متر من المياه سنويا. مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل له فائدة مشتركة بين الدول المشتركة فيه، فالكونغو ستقوم بتقديم المياه فقط، أما مصر فتقوم بتقديم الخبراء والخبرات التي لديها لتطوير بعض القطاعات داخل الكونغو، وبالأخص موضوع توليد الطاقة الكهربائية، على اعتبار أن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل سيجعل الكونغو من أكبر مصدري الطاقة على مستوى العالم، حل مشكلة مصر المستقبلية والمتمثلة في النقص المائي خلال 50 سنة القادمة. قيام السودان بتخزين ما تحتاجه من المياه من خلال خزانات عملاقة، أو إنشاء بحيرة لتحويل المياه الإضافية ومن ثم توليد الطاقة الكهربائية. عدم وجود نص في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع من إقامة مثل هذه المشروعات، والسبب الوحيد اللي ممكن أن يوقف هذا المشروع هو أن تعارض الكونغو أو تعترض على ربط النهرين، مع العلم أن الكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم تبدي أي اعتراض. وأما عن أهم مميزات مشروع نهر الكونغو، المشروع يوفر لمصر 90 مليار متر من المياه سنويا، وده اللي هيوفر لمصر زراعة 80 مليون فدان، وكمية المياه دي هتزيد من 95 مليار إلى 112 مليار متر مكعب بعد 10 سنوات، وده اللي هيخلي مصر تزرع نص الصحراء الغربية. والمشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو
طاقة كهربائية تكفي تلتين أفريقيا بمقدار 18,000 ميجا وات، والكمية دي 10 أضعاف الطاقة اللي بينتجها السد العالي في مصر. كمان السد هيوفر للسودان ومصر والكونغو 320 مليون فدان صالحة للزراعة. ولتنفيذ عملية ربط نهر النيل بنهر الكونغو تم وضع 3 سيناريوهات من هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، وده عن طريق إنشاء قناة ناقلة بطول 600 كيلومتر لنقل المياه لحوض نهر النيل، مرورا بجنوب السودان الى شمال السودان حتى الوصول الى بحيره ناصر. وفكره مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل تقوم على ان النهرين متمسين، وبناء عليه تم دراسه جميع البيانات لتحديد المسار الذي سيمر به نهر الكونغو للوصول الى نهر النيل. السيناريو الاول طول مساره 424 كيلومتر مع وجود فارق في المنسوب يصل الى 1500 متر، وده اللي هيخلي تنفيذ السيناريو ده مستحيل. السيناريو الثاني طوله 940 كيلومتر، اما السيناريو الثالث فطول مساره 600 كيلومتر مع فرق ارتفاع عن نهر النيل 200 متر، وده السيناريو الاقرب للتنفيذ عن طريق 4 محطات رفع للمياه. الصعوبات التي تواجه مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل: تدفق مياه نهر الكونغو باتجاه الغرب عكس اتجاه تدفق المياه في نهر النيل، وبالتالي يستلزم إنشاء قناة طولها 1000 كيلومتر تمر بمناطق استوائية من الغابات تختلف في المناسيب الطبوغرافية. ولكن النقطة دي يتم التغلب عليها عن طريق توفير صور أقمار صناعية للمناطق اللي هتمر فيها القناة لتحويل مياه نهر الكونغو، توضح المناسيب الجغرافية والطبوغرافية حتى تسهل من عملية شق القناة التي تحول مياه نهر الكونغو، وبالتالي تتم بنجاح عملية تحويل نهر الكونغو إلى نهر النيل. والعجيب في مشروع نهر الكونغو أن المقدم للمشروع هم مستثمرين عرب ومصريين لدولة الكونغو، ولكن الحكومة المصرية تعترض على المشروع متجاهلة الشح المائي الذي ستتعرض له مصر في المستقبل، وبالأخص بعد إنشاء إثيوبيا لسد النهضة وإتمام بناءه ورغبتها في ملئه دون النظر لمدى تعرض دول المصب من هذا السد. وفي نفس الوقت فتحت لمصر بارقة أمل وهي مشروع ربط النهرين ببعض، نهر الكونغو ونهر النيل، الأمر الذي قد يغنينا عن المياه القادمة من إثيوبيا، وبالتالي تجنب تهديد مصر في أمنها المائي والتنموي والزراعي والصناعي. ورغم ذلك فالحكومة المصرية ترفض هذا المشروع، معللة ذلك بأن نهر الكونغو له دول حوض مشتركة، وقد تم الرد عليها بأن نهر الكونغو هو نهر محلي، وأن الدول التي يمر بها نهر الكونغو أو يصلها نهر الكونغو هي عن طريق روافده فقط. ولذلك فالنهر يبدأ من الكونغو وينتهي في المحيط الأطلسي، ولذلك فهو نهر محلي وليس دولي. كما تقول الحكومة أن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية لهذا المشروع، بالإضافة لأن هذه المشروعات تحتاج لتمويل يصل إلى مليارات الدولارات. كما أنه من يريد أن يخطط أو يبدأ مشروعات لابد أن يتقيد بالمشروعات التي تحددها الدولة. كما تم الرد على الحكومة بأن مجمل اتفاقيات الأنهار أو الاتفاقيات التي تحكم الأنهار ومجملها 300 اتفاقية لا يوجد بها نص واحد يمنع أو يحول نقل المياه من حوض إلى حوض، كما أن نهر الكونغو لا يخضع لاتفاقيات دولية. والأهم أن دولة الكونغو لا تمانع في مشروع ربط النهرين ببعض، وذلك للمصلحة المتبادلة بين الدولتين. فالكونغو تريد أن تستفيد من مياه النهر المهدرة مع دولة قوية تحتاج لمياه تفيد وتستفيد، ولكن دون أطماع مبالغ فيها. وطبعا إذا وصلت اللحظة دي من الفيديو ما تبخلش علينا باشتراك وتفعيل الجرس، وفي الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم عن ممر التعمير بالصحراء الغربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.